أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتوسيع العمل بشأن تصدير الأسمدة رغم العقوبات. وأشار بوتين إلى أن الأسواق العالمية تعاني من العقوبات المفروضة أمام صادرات الأسمدة الروسية، مبدياً استعداده لتوسيع العمل مع جميع الشركاء دون أي استثناء، كما أكد بوتين أنه على اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة والهياكل ذات الصلة، وذلك بشأن رفع التجميد على الأسمدة الروسية، مشيراً إلى انه تواصل مع زعماء دول افريقيه بسبب منع امدادات الاسمده، وشدد على ضروره توفيرها لدعم الدول الناميه بما في ذلك افريقيا. وكانت روسيا واوكرانيا قد وقعتا سابقا على اتفاقيه برعايه الامم المتحده تتيح لاوكرانيا اعاده فتح موانئها على البحر الاسود من اجل تصدير الحبوب. أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أنه لن تتم مناقشة أي مقترحات أو قرارات جادة لإنهاء الأزمة مع روسيا دون الرجوع إلى بلاده وأضاف كوليبا أن الرئيس فلوديمير زيلنسكي قدم خلال حديثه في قمة مجموعة العشرين الأخيرة خطة واضحة من عشر خطوات لإنهاء الأزمة الأوكرانية جاءت تصريحات وزير الخارجية الأوكرانية ردا على الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام العالمية حول موضوع المفاوضات مع روسيا كشفت شركة روساتوم الحكومة الروسية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت عن ان رئيسي الكيانين ناقشا الوضع في محيط محطه زابوريجيا للطاقه النوويه في حرب اوكرانيا. واتفق الجانبان على مواصله التعاون والحوار بشان زابوريجيا اكبر محطه للطاقه النوويه في اوروبا، وتسبب تجدد القصف في مطلع الاسبوع الذي تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشان المسؤوليه عنه في اثاره المخاوف مجددا من احتمال وقوع كارثه نوويه في الموقع. وميدانيًا أكد المتحدث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديستا الأوكرانية أن الجيش الأوكراني دمر ثلاثة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الروسية في منطقة كخوفا بإقليم خرسون الجنوبي وقال براتشوك أن القوات الروسية عانت من خسائر عديدة على مدار الساعات الماضية موضحا أن القوات الأوكرانية قتلت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي قتلت ما يقرب من خمسة وثمانين ألف جندي روسي بمن فيهم أربعمائة فرد روسي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المقابل افاد حاكم مدينه سيفاستوبول الروسيه بشبه جزيره القرم باسقاط الدفاعات الجويه مسيرتين اوكرانيتين كانتا تحلقان باتجاه محطه بلاكلافا للطاقه الحراريه. وقال المسؤول الروسي ان محاوله الهجوم على محطه الطاقه الحراريه فشلت لافتا الى ان اسطول البحر الاسود نجح في صد هجوم لثلاث طائرات مسيره اخرى حاولت الهجوم على المدينه، موضحا انه لم تقع اي خسائر بشريه او اضرار في البنيه التحتيه للمدينه. رجحت وزاره الدفاع البريطانيه ان مخزون روسيا من الطائرات المسيره سينفذ في وقت قريب وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية لم تنفذ أي هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا منذ السابع عشر من نوفمبر الجاري مشيرة إلى أنها ستسعى للحصول على المزيد من الإمدادات ومشيرة أيضا إلى أن الهجمات الروسية تمزج ما بين استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة التقليدية التي يمكن إعادة استخدامها أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش ماروفيتسكي أن بلاده لا ترغب في حوض خوض حرب مع روسيا وأضاف أن السبيل الوحيد لتجنب ذلك هو دعم أوكرانيا حتى يتحقق النصر مشيرا إلى أن واقعة مصرع مواطنين بولنديين في ضربة صاروخية شرقي البلاد جعلتنا ندرك أن الحرب على الأبواب وإذا سقطت كييف ور... فإن روسيا ستواجه اسلحتها او ستوجه اسلحتها صوب بولندا اعلنت الحكومه الامريكيه انها ستقدم مساعدات ماليه بقيمه 4.5 مليار دولار الى اوكرانيا وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكوميه الاساسيه ياتي هذا القرار في وقت تعاني فيه كييف من تداعيات العمليه العسكريه الروسيه وقالت وزيره الخزانه الامريكيه في بيان ان بلادها ستبدا صرف هذه الاموال في الاسابيع المقبله من جانبها حثت الحكومه الاوكرانيه مواطنيها على ترشيد استخدام الطاقه وقالت السلطات الاوكرانيه ان ملايين الاوكرانيين بما يشمل سكان العاصمه كييف قد يواجهون انقطاع في الكهرباء حتى نهايه شهر مارس المقبل على الاقل وذلك بسبب الهجمه الصاروخيه التي احدثت اضرارا هائله شتاء صعب يلوح في افق اوكرانيا جراء الحرب الروسيه الاوكرانيه المستمره منذ نهايه فبراير الماضي حيث حثت الحكومه الاوكرانيه مواطنيها على ترشيد استخدام الطاقه وسط هجمات لا هواده فيها خلصت قدره شبكه الكهرباء في البلاد الى النصف وفي الوقت الذي حذرت فيه منظمه الصحه العالميه من كارثه انسانيه في اوكرانيا هذا الشتاء قالت السلطات الاوكرانيه ان الملايين بما يشمل سكان العاصمه كييف قد يواجهون انقطاعات في الكهرباء حتى نهايه شهر مارس المقبل على الاقل بسبب الهجمات الصاروخيه التي احدثت اضرارا هائله وفقا لما ذكرته شركه الطاقه الاوكرانيه، وشهدت اوكرانيا اعتدالا في درجات الحراره على غير المعتاد هذا الخريف، لكن الحراره بدات في الانخفاض الى ما دون الصفر، ومن المتوقع ان تصل الى 20 درجه مئويه تحت الصفر في بعض المناطق خلال اشهر الشتاء. وفي وقت يسارع فيه العمال لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة قالت منظمة الصحة العالمية إن مئات المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية في أوكرانيا تفتقر إلى الوقود والماء والكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد وقال هانز كلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في بيان بعد زيارة أوكرانيا إن منظومة الصحة في أوكرانيا تواجه أحلك أيامها في الحرب حتى الان فبعد تعرضها لاكثر من 700 هجوم اصبحت الان ضحيه لازمه الطاقه <applause>